انت اللي جميل مش انا. حبيبي عايزينك تكلمنا الاول عن الدور العظيم اللي انت فيه في مسلسل زلزال ورد فعل الناس معاك. والله الحمد لله. بص انا الدور ده انا ما كنتش متخيل ان هو يعني هيبقى بحجم النجاح اللي حاصل ده. هو الواحد اجتهد وعمل اللي عليه. بعد كده ما قعدت افكر، لا هو كان فعلا لازم يعمل كده، لان انت شغال السنه دي مع نجم شعبي محبوب جدا اللي هو محمد رمضان، فالناس كلها بتشوفه، فانت اكيد لازم اي حاجه هتعملها هتسمع مع الناس كلها. والحمد لله ان الواحد قدر انه يعمل حاجه كويسه. يعني انا ذاكرت الدور وتعبت فيه وحاولت ان انا اعمل له تفاصيل معينه، حاولت انه يبقى دمه خفيف، ما يبقاش بايخ، يعني ما يبقاش الشرير البايخ، لا ده حبيت يبقى في سنه لايت كوميدي كده تجيب مع الناس، والحمد لله جابت مع الناس، وده شيء ساعدني جدا وبسطني جدا. يعني شر ايه يا راجل؟ انا بقول لك ان انا مش عامله شرير خالص. لا بس برضه يعني اللي هو ايه، الدور طلع بكميه نصب على حب الفلوس، على طمع، على في نفس الوقت خف الدم. هو شغلته كده، هنعمل ايه؟ الراجل بيشتغل كده شغلته الموضوع ده. انما لا مش انا مش شايف شرير، بالعكس ده انا شايف ان حجازي شرير اكتر مني. ابني يعني الولد طالع اشر من ابوه، وهتشوف في الاحداث. يعني المشهد اللي علم مع الناس وناس فرحت بيه جدا مشهد وصول الحفيد. يعني كل الناس برغم ان هي بتكره الشخصيه دي عشان خاطر، على فكره ما حدش بيكره الشخصيه، بس ما طلعش اشاعات. الناس كلها حباه برغم انه شرير، يعني برغم انه شرير الناس حباه صدقني. ده كان شيء طبيعي. بص انا مثلت المشهد ده بطبيعيه شديده، تخيلت ان ابني جاي يقول لي انا مراتي حامل، فالفرحه طلعت بجد. انا كنت حاسس يعني حتى هم في اللوكيشن قعدوا يضحكوا على يعني ما كناش متفقين على الرقص ده. الرقص ده طلع تلقائي جدا، ان انا اتنططت ورقصت وعملت، والاغاني طلعت تلقائي. يعني الاغنيه بتاعت كان في واد اسمه الشاطر عمرو دي جت في دماغي، نطت في دماغي فجاه يعني وانا شغال. وفي برضو لما بقول له هتغير يا بيضه وبتاع، كان مش مكتوب. فعارف انت مجرد حسيت احساس ان احمد ابني جاب بيقول لي يا بابا انا مراتي حامل، فعلى الفرحه بقى اللي انا فرحتها. فكان طبيعي جدا، والحمد لله جاب مع الناس زي ما انت بتقول جامد قوي. ده يعتبر التعاون الاول مع محمد رمضان، وان شاء الله ما يبقاش الاخير.